الفرد بمدينة إسبانيا، وفي المغرب بمدينة فاس مسير الشركة. طبعاً بأسئلة سنة مدير إداري لشركة السلام عليكم. كما نشكركم على الوقت ديالكم. معكم محمد عكسوس، سي نسبة 20 سنة، مهندس ومسير شركة العقار في مدينة فاس. السلام عليكم. صافي نشكركم على الحضور ديالكم، سادة الصحفيات والصحفيين والحضور الكريم. معكم عثمان عزوان، 26 سنة، لاعب سابق طارق المغرب الرياضي الفرنسي لكرة السلة، وخريج المنطقة الوطنية للتجارة الوطنية. تاجر ومسير شركة صغيرة، وكنتمنى حد نوفق أعضاء الجزئية بالنسبة للمسير طارق كرة السلة. السلام عليكم ورحمة الله. معكم إسماعيل السادي. أولاً وقبل كل شيء كنتمنى أن تكون هذه الانطلاقة الفعلية لفرق المغرب الفاسي، وأدعوكم جميعاً أن تحصلون بهدوء وتكون تضافر الجهود ديال جميع المعنيات مدينة فاس لإنهاء هذا الفارق إن شاء الله. إذاً الاسم ديالي إسماعيل السادي، 32 سنة، مدير لقطاع الغيار في شركة للسيارات في فرنسا، ولكن الترفيه كتحكم بأنني كنت مع الإخوان في المجمع هذا. كنت تعلم بحال بزاف من الإخوان في مدرسة فريق المغرب الفاسي لكرة السلة، وهذا الشيء اللي كيشجعنا أننا اليوم نضرب هذا الفريق هذا. كنت شاركت في تأسيس ديال مجموعة فرنسا كرت سنة 2006 مع مجموعة من الإخوان، ومن ثم بقت علاقة قوية جدا مع جميع الفعاليات ديال الرياضة في مدينة فاس، وكنتمنى صديقين أنها تكون انطلاقة فعلية لفريق المغرب الفاسي لكرة السلة ورجعتي كفرقة.